السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي جاء بك إلى هذه المدرسة؟ جئت لتعلم اللغة العربية. من أرشدك إلى هذه المدرسة؟ عرفت عنها من صديقي الذي تعلم اللغة العربية هنا قبل سنة. أتعرف كم مدة هذه الدورة؟ مدتها سنة كاملة. أيستطيع الطالب أن يتعلم اللغة العربية في غضون السنة؟ يمكن ذلك بجهود مستمرة وبالمواظبة على البيئة. حسنا، وما هو المنهج الدراسي للصف اللغة العربية؟ هناك منهج خاص، ومن أهم الكتب العربية القرآنية والعربية للناشئين ودروس اللغة العربية والحوارات المفيد والقاموس المصور. هل بدأت تفهم العربية جيدا؟ نعم، أفهم اللغة العربية جيدا. كم بالمئة تفهم العربية؟ أفهم 80%. هل الطلاب يهتمون بالبيئة العربية؟ نعم يهتمون، ولكن الكثير يفسدونها. فما جزاء هؤلاء الوقحين؟ لهم معاقبة بدنية والغرامة المالية. أسأل الله أن يوفقنا لإحياء اللغة العربية في أنحاء العالم، وخاصة في ربوع باكستان. إلى اللقاء.